جرى الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي اعرب فيه عن مواساته في وفاه والده الرئيس داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم الرئيس والاسره الصبر والسلوان كما تلقى رئيس أمس برقيات تعزية من ملوك ورؤساء الدول العربية حيث بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت برقية عزاء أعرب فيها عن خالص مواساته للرئيس في وفاة والدته كما بعث كل من نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت وجابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين